النهارده كان في المؤتمر العظيم اللي بقى حاجه بنستناها بتاعت سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. المنظر يا جماعه مبهج، المنظر كله طاقه ايجابيه. انت بتبقى قدام الشاشه يعني وشك فرحان ومدمع ومبسوط وكل حاجه، كل كمية مشاعر مش طبيعية مش طبيعية. بص أنا هقول لك تفصيلة مهمة جدا. في هذه الدولة بهذا النظام في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا في حياتي الحياة اللي أنا عشتها، ما بحبش أقول دايما إيه من قبل كمان ما اتولد، ما أعرفش أنا اللي قبل ما اتولد اللي حصل فيه، بس أنا ما شفتش اهتمام بذوق القدرات الخاصة زي اللي بيحصل خلال السنوات القليلة الماضية. اللي شفناه النهاردة ده واللي بنشوفه كل سنة هو فيه كثير 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 من الصدق، واضح يعني مفيش حد يقدر يشكك بصدق النوايا. كل الناس قاعدة النهاردة سعيدة وفرحانة، دعم دولة واضح وبتفاصيل كثيرة جدا ولأسباب خاصة جدا. يعني أعرف إن الدولة قد إيه دعمة جدا لهؤلاء الأطفال ذوي القدرات الخاصة. النهاردة كان في لقطة جميلة حلوة لشاب جميل عبد الرحمن مصطفى في مؤتمر قادرون باختلاف، وكان في حوار لذيذ كده ما بينه وما بين زميلنا المميز دوما الرائع جميل هاني حتحوت، وبيسأله عن هداف الدوري الاسباني، بيسالوا مين اللي سجل 5 اهداف امبارح مع مانشستر سيتي، والشاب جميل بيجاوب بطلاقه وبسهوله ومتابع كويس جدا. بعد كده الشاب الجميل طلب من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يبقى عنده عضويه في نادي الزمالك، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني اوكل القصه للكابتن حسين لبيب اللي بدوره راح قام وقف وقال انه مستعد بكره ان شاء الله يكون العضويه موجوده، عضويه الشاب الجميل. شوف الحكايه الحلوه وافرح وانبسط وابتسم وانت بتتفرج. اتفرج وتعالى نكمل. صباح الفل يا ريس. انا اسمي عبد الرحمن مصطفى كامل، عندي 23 سنه، متحدي اعاقه ذهنيه، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات اداريه، وحلمي ابقى محلل كروي لان انا بحب كره القدم. بيحب كرة القدم يعني جه في ملعبي. طب ما تيجي نعمل اختبار كده مع بعض على الهوا زي اللي بنعمله في التلفزيون. اتفضل. يلا شوف ايه النظام في قصة المحلل الكروي ده. اتفضل. ايرلينج هالاند امبارح جاب كام جول؟ جاب 5. صح. في مين؟ في لوتن تاون. لوتن تاون. في الكاس رابطة الاتحاد الانجليزي. صح، برافو عليك. طب مين هداف الدوري الاسباني؟ شوت بيلينجهام. جود بيلينجهام، برافو عليه، ده شاطر بجد، شاطر بجد. طيب احنا في 2024 عندنا ارتباطات رياضيه كتيره قوي ما بين انديه ومنتخبات، ايه اكتر احداث انت مستنيها الفتره اللي جايه وايه توقعاتك ليها؟ مستني الاشنطه الدوليه بتاعت منتخب مصر مع الكابتن العميد حسام حسن. يا سلام، ده العميد اهو، العميد ورانا اهو، الكابتن حسام حسن. ايه رايك في اختياره كمدير فني للمنتخب وتوقعاتك وايه اللي نفسك فيه من العميد؟ العميد كان حلم ابويا الله يرحمه ان هو كان يمسك منتخب مصر. الله. لان حسام حسن لكل اسطوره تاريخ ولكل تاريخ اسطوره، والكابتن حسام حسن هداف تاريخ المنتخب مصر كلام، وعنده روح وعنده حماس وعارف يعني ايه كلمه منتخب مصر. الله، كلاعب وكمدرب. ربنا يوفقك يا عميد، وان شاء الله هياخد امم افريقيا وهينافس على كاس العالم ان شاء الله. يا رب يا رب. طيب طيب احنا عندنا كمان ارتباطات تانية على مستوى الانديه، ايه اللي انت مستنيه الايام اللي جايه دي؟ مستني مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. صح 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 صح، ماتش جامد قوي ده. هيتلعب فين الماتش ده؟ في السعوديه. السعودية. أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. زملكاوي. الزملكاوية بيسقفوا أكيد. طيب
خلينا اسالك بمناسبه الزمالك، ايه نفسك في الزمالك يحصل؟ الزمالك فك القيد، حل شويه مشاكل، نفسك في ايه في الزمالك الفتره اللي جايه؟ نفسي صفقات اكتر، نحسن شكل الفريق. اتنين، عايزين مهاجم هجام. تمام، زي عمرو زكي وعبد الحليم علي وجمال حمزه الجريسة في النادي الزمالك. عايزين مهاجم هجام للزمالك، ده اللي عايزه عبد الرحمن. طيب نفسك في ايه تاني للزمالك؟ على فكره الكابتن حسين لبيب اهو ورانا رئيس نادي الزمالك. نفسك في ايه بقى تاني؟ نفسي اطلب من حضرتك طلب يا سياده الرئيس، ممكن نفسي في عطويه في النادي اللي انا حبيته من صغري واتربيت على الحب، مدرسه الفن والهندسه. الله. نادي الزمالك. الله. عايز ايه يا عبد الرحمن؟ قول تاني. بتطلب ايه تاني؟ نفسي في عضويه في النادي اللي انا عضويه. اه طب ده يعني العضويه كلها موجوده ورا مننا اهي. يعني مش انا حتى اللي مش هجاوبك الطلب ده يا عبد الرحمن. ده الدنيا كلها ورا مننا اهي قاعده معانا، هتدوا له العضويه ولا ايه؟ اهو اتفضل. بكره الساعه 3 فخامة السيد الرئيس، بكره الساعه 3 ان شاء الله نتشرف بوجود البطل، وهيبقى معايا كرنيه العضويه الخاص بيه. شكرا يا فخامة الرئيس. ايه تاني يا عبد الرحمن؟ ربنا يخليك. نفسي اطلع في استعدادات. طب قبل ما انسى عبد الرحمن، انت متوقع البطوله بتاعت النهائي دي بين الاهلي والزمالك مين اللي هيغلب فيها؟ مش انت عايز ايه؟ مش انت عايز ايه يا عبد الرحمن؟ لا. انت شايف ايه؟ الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك بالصفقات الجديده. مش متابع. انت لسه واخد العضويه بقى يا عبد الرحمن. لا لا طيب ان شاء الله. نفسي اطلع في استديوهات تحليليه على طول مع الكباتن في الاستديوهات التحليليه لمباريات كره القدم في الدوري المصري. بص، كل سنة نفس المشهد. المشهد بالنسبة لي إيه؟ بالنسبة لي حالة أسرة، حالة حلوة، ناس قاعدة مبسوطة وبتضحك، وحوار وسيادة الرئيس مع الأطفال والشباب، والموضوع فيه عيلة عيلة. الموضوع يا جماعة أكبر من فكرة إن الصورة مش رسمية، يعني رئيس الجمهورية قاعد وكل القامات اللي في الدولة قاعدة، والموضوع مش رسمي، الموضوع عيلة، عيلة محبة لأولادها، دول ولادنا، دول إخواتنا. فالحالة دي حالة تفرح وتسعد. ربنا يا رب يحمي كل إخواتنا وأولادنا الشباب ذو القدرات الخاصة الخارقة، دايما بسميهم كده، ربنا يا رب يحميهم ويحمي أسرهم وأهاليهم اللي تعبوا واجتهدوا واشتغلوا عشان ولادهم يبقوا كويسين. بالتأكيد دائما وأبدا الشكر موصول للدولة المصرية ولرئيسنا عبد الفتاح السيسي. طيب